بتعرفوا شو بسمي هذا الشخص اللي بيكون مع شخص وطول الوقت عم بيضحي وعم يتنازل وعم بيقدم واخر شيء بينفصل عنه؟ يعني ما بيكون في نتيجة لا لما كان معه ولا حتى لما تركه، وطول الوقت حس حاله عم يعطي لشخص ما بيستاهل. انا ما بعتبره هذا الشيء عذاب، بس بعتبره عقاب. يمكن ربنا يكون عم بيعاقبه لهذا الشخص، لانه لهالدرجة صعب انك انت تكون عم تضحي وتتنازل وتقدم ماديا ومعنويا وجسديا واخر شيء بدون اي اهتمام او حتى تقدير من الطرف الاخر. بس انا دايما بكل الاشياء اللي بتصير معي، وعادة حتى لما بحكي مع اي شخص بخصوص اي شيء صار معه، ليش بقول عسى ان تكرهوا شيء وخيرا لكم؟ لانه ضروري ننظر للجانب الايجابي بهذا الامر. في جانب ايجابي بكل امر بيصير معنا حتى وان كان نيجاتيف سلبي. يعني حاليا مثلا انك تكون عطيت لهذا الشخص كل هذا الشيء بخليك انت مع شخص اخر ما بتعطي بهاي الطريقة. يعني انت صار في عندك درس تعلمته بالحياة، تقدر حتى تعلمه لغيرك، صار في عندك خبرة، وهذا الشيء مو موجود عند غيرك. يعني الشيء اللي انت وصلت له والمعرفة اللي انت وصلت لها ما انا موجودة عند الاخر من حواليك. يمكن تقول انا مو بحاجتها، لا بحاجتها. احنا دايما بحاجة الخبرة بالحياة لنقدر نكمل ولنقدر ننجح بالاكسبيرينس الثاني، او حتى يعني لما بدك يعني ما تعطيه حتى شانس لهذا الشخص حتى مرة تانية، لانك خلاص انت بتعرف انه هو ما بيستاهل. فانا بشوف انه غير الخبرة وغير هذا، غير الشيء اللي شايفه ربنا، اللي هي ممكن يكون في اشياء بالفعل قدمتها لك ثواب عليا من ربنا سبحانه وتعالى، يعني ممكن تكون بالفعل اشياء بتستاهل عليا الاجر والثواب. طبعا هذا امر اخر ايجابي. والاهم من هذا كله انه انت اصبحت شخص قوي، لانه الشخص اللي بيتعرض لهاي الصدمه بحياته او هذا الجرح الكبير والاذى بصير اقوى بكتير، لانه هو يمكن اوقات بيكون هيك شيء اقوى من الفقدان. يعني يمكن انت تعرضت لشيء مثل الفقدان، هذا اقوى لسه، فانت قوي كتير، ما بقى في شيء يهزك. يعني انت اليوم اصبحت متصالح مع الحياة بطريقة أفضل، وحتى وإن كان الفقدان أصعب فأنت حصلت على شيء أخف من هذا الموضوع. فبالتالي نحن في كتير من الأمور الإيجابية اللي ممكن نشوفها بهذا الأمر، وأهم هي أنه نحن اللي شفناه بحياتنا شيء بيخلينا ما نقدر انه نتعامل مع الاشخاص من حوالينا بهاي الطريقة، لانه جربنا هذا الشيء. فنحن اصبحنا فوق نقائنا اللي نحن موجود عنا، اصبحنا انقياء اكتر، اصبحنا عارفين قيمة الوجع بشكل اكبر اللي ممكن يكون بسبب هذا الشيء اللي ممكن نحن يعني نتصرف فيه مع غيرنا. حاسين بالآخر أكتر، حاسين بأنه هذا الشخص لو نحن عملنا معه هذا الشيء كيف بيكون إحساسه. لأنه للأسف أغلب الناس بتتصرف معنا بطريقة سلبية بسبب أنها هي ما بتعرف شو عم تعمل. مع الأسف أغلبها ما بتعرف أنه هيك رح تكون ردة فعلك، أو هيك رح يصير معك، أو هيك لهاي الدرجة رح تنأذى أو رح تنجرح وما إلى ذلك. أحيانا ما بيعرفوا، بيجرحوا وبيأذوا بدون أي تفكير، بدون أي وعي، بدون أي نضج، بشكل كافي. هو مش إنه بدون قصد، لأنه أكيد هو الإنسان اللي بيتصرف بشكل عشوائي هو اللي بيصير هيك معه وبيأذي الناس اللي من حواليه. فهو عدم ذكاء وعدم الحساب وقيمي لهاي الأشخاص وعدم الاهتمام بمشاعرهم، أكيد هو نوع من أنواع الأذى، ولكن ما في عندهم درجة من التوقعات
بتخليهم يعرفوا كيف ممكن انت تكون صدمتك او لاي درجة ممكن انها توصل. لهالسبب يتصرفوا بطريقة غير واعية.